السلام عليكم. موقع اسمه كام برين، ده موقع متخصص في الذكاء الاصطناعي. حتى الآن معمول فيه 240 ألف ورقة بحثية في مجال ال LLMS والماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنت و كل الحاجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. واللورا موجودة والاقتباسات موجودة، ممكن تسأل أسئلة وهو يبدأ يجاوبك عليها، ممكن تسأله سؤال وهو يبدأ يجاوب عليه من خلال الأوراق البحثية اللي موجودة. موقع مهم جدا للناس المهتمية بالذكاء الاصطناعي.